بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه والصلاه والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعه باحسان الى يوم الدين مشاهدينا الافاضل سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته اسعد الله صباحكم وايامكم وكل اوقاتكم بالخير واليمن والمسرات ونسعد ان نلقاكم في هذه الصبيحه المباركه على قناتكم المباركه خامسه التلفزيون الجزائري قناه القران الكريم عبر برنامجكم اليومي الخدماتي الضحى، إذا نتمنى أن تقضوا رفقتنا أوقات مفيدة ممتعة وطيبة رفقة ثلة من الضيوف الأكارم الذين سيثرون لنا مواضيع مقترحة من طرف الطاقم الصحفي والتقني لقناة القرآن الكريم إذا نتمنى أن تقضوا أوقاتا ممتعة ومفيدة بحول الله وعلى بركة الله نستهل برنامجها برنامجنا لنهار اليوم وخير ما نستهل به آيات بينات من سورة الضحى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى الم يجدك يتيما فاوي ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فاغنى فاما اليتيم فلا تقهر واما السائل فلا تنهر واما بنعمه ربك فحدث صدق الله العظيم صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين اللهم ارفعنا وارحمنا بالقران الكريم واجعله لنا اماما ونورا ورحمه اللهم ارزقنا تلاوته اناء الليل واطراف النهار اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا اللهم امين يا رب العالمين اللهم ارحمنا اللهم انا نسالك خير المساله وخير الدعاء وخير النجاح وخير العلم وخير العمل وخير الثواب وخير الحياه وخير الممات اللهم حقق لنا ايماننا وارفع درجاتنا وتقبل صلاتنا واغفر خطايانا اللهم امين يا رب العالمين اذكار الصباح ثم نعود بعدها اللهم اني اسالك الرضا بعد القضاء وبرد العيش بعد الموت ولذه النظر الى وجهك الكريم والشوق الى لقائك في غير ضراء مضره ولا فتنه مضله واعوذ بك ان اظلم او اظلم او اعتدي او يعتدى علي او اكتسب خطيئه او ذنبا لا تغفره اللهم امين يا رب العالمين لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اصبحنا واصبح الملك لله ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم اللهم انا نصبح اصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك انك انت الله لا اله الا انت سبحانك لا شريك لك وان محمدا عبدك ورسولك اذا مشاهدينا فاضل اهلا ومرحبا بكم جميعا نرحب بكل احبتي في الله طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة مقعدة اهلا ومرحبا بكل من التحق بنا اللحظة عبر هذا البلاتو الصباحي المنبر الخدماتي الاعلامي الذي يحاول دائما تقديم الافضل والمفيد لكل متابعه بحول الله وكما جرت العاده مشاهدينا الافاضل نذكركم باهم المحطات التي سنقف عندها على بركه الله لنهار اليوم والبدايه كالعاده مع نفحات ايمانيه ونورانيه وركن اشراقات والاستاذ زكريا عبد اللطيف موضوع اليوم سيكون حول الهجره معان وأبعد ايضا ركن ذاكرتنا حاضر معنا والاستاذ محمد عرعار مجاهد للحديث عن ذكرى عزيزه على قلوبنا ذكرى السابع عشر اكتوبر 1961 والتي تصادف اليوم الوطني للهجره اذا ايضا معنا ضيف اخر الاستاذ يحيى توفيق امام واستاذ حديث ايضا عن العمره وموسم العمره وعن المقاصد الفقهيه والمقاصديه للعمره وفي الختام سيكون مع ركن غذاؤك دوائك والاستاذ كمال فليسي موضوع اليوم هشاشه العظام والاغذيه الصحيه والمفيده لتفادي وعلاج هذا المرض عفانا الله واياكم ونتمنى كل الصحه والعافيه لكل مشاهدينا الأفضل. كل هذا مشاهدينا بالاضافه الى ربورتاجات واركان من اعداد الطاقم الصحفي والتقني لقناه القران الكريم اتمنى لكم متابعه طيبه ومفيده على بركة الله، إذا وقبل أن نستهل برنامجنا نهدي كل أحبتنا هذه الأنشودة الوطنية بمناسبة اليوم الوطني للهجرة ثم نعود بعدها بحول الله. اذا مشاهدينا على فاضل اهلا ومرحبا بكم من جديد رحم الله كل شهدائنا الأبرار وفي جنات النعيم مع الصديقين يا رب العالمين وتحيا الجزائر عاشت دائما حرة مستقلة إذا المشاهدين نوصل أو نبدأ معكم على بركة الله برنامج الضحى لنهار اليوم بعد فصل قصير نلتقي بالأستاذ عبد اللطيف زكريا للحديث عن موضوع الهجرة معان وأبعاد دعوني مشاهدينا الفاضل باسمكم جميعا ورحبوا بالأستاذ زكريا اللطيف السلام عليكم أستاذنا صباحك طيب وسعيد ومبارك وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا وأتحية طيبة عاطرة أيضا لكل المشاهدين الأكارم في هذه الصبيحة الطيبة المنورة إن شاء الله أمين بنورك ونور كل ما تقدمه لنا من نفحات إيمانية ونورانية نورنا البلاطو خاصة في الساعة الأولى حتى نبارك برنامجنا يومنا دائما بارك الله فيك استاذنا وشكرا شكرا على حضورك الجميل استاذنا موضوعنا لنهار اليوم هو الهجره معان وابحاد كما نعلم ويعلم الجميع حب الوطن من الايمان والانسان قد جبل وفطر على حب وطنه وبلده ومسقط راسه وليس من السهل ان يفارق كل واحد فينا وطنه ولنا في ذلك يعني امثله ومواقف كثيره خاصه هجره الرسول عليه الصلاه والسلام وكيف كانت مكه احب البقاع والاراضي الى قلبه وكيف ايضا تحصر بعد هجرته الى المدينه المنوره ودعا الله سبحانه وتعالى ان يحبب المدينه المنوره الى قلبه استاذ نعم بسم الله الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله نعم بقي النبي عليه الصلاة والسلام ثلاثة عشر سنة وهو يدعو في مكة المكرمة، يعني بقي أربعين سنة، ثم بعد ذلك أكرمه الله سبحانه وتعالى بالرسالة بالنبوة، فبقي ثلاثة عشر سنة وهو يدعو، ثم عدد المسلمين كانوا جد قلائل، فأمره النبي فأمره الله سبحانه وتعالى بالهجرة من دار الكفر إلى دار الأمن والإيمان هناك إلى يثرب لا. فخرج النبي عليه الصلاة, عليه الصلاة والسلام وسمى الله سبحانه وتعالى هذا الخروج نصر يعني بمجرد أنه خرج النبي عليه الصلاة والسلام من وطنه الحبيب من مسقط رأسه سماه الله سبحانه وتعالى نصر فقال في محكم التنزيل إلا تنصروه فقد نصره الله إذا خرجه الذين، شوف التعبير القرآن. قال إذا خرجه الذين كفروا، يعني لم يخرج بمحض إرادته وإنما أخرج يعني أخرج كتفية. النبي النبي لا. عليه الصلاة والسلام إجبارا كفت. واضطهادا لا. وضيق عليه عليه الصلاة والسلام إلا تنصروه فقد نصره الله إذا خرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله. الله معنا فالنبي عليه الصلاة والسلام يعني يخرج وهو مضطهد عليه الصلاة والسلام ويتذكر تلك الذكريات التي كانت في مكة المكرمة في طفولته في دعوته عليه الصلاة والسلام وهو حزين ترك موطنه ترك أهله ترك يعني ما نبت فيه فالله سبحانه وتعالى أراد أن يسليه فقال إن وهو في الطريق يعني هذه الآية نزلت في الطريق قال إن الذي فرض فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد يعني يا محمد ما تقلقش فإن الله سبحانه وتعالى سيرجعك إلى تلك الموطن وكما تفضلت بأن حب الوطن يعني هذا مجبول في الإنسان ولا ينكره أحد هذه غريزة جبلية أي إنسان يحن يحب ويحن وطنه وكما قال الشاعر كم من منزل يألفه الفتى وحنينه دائما لأول منزل ممكن انسان ينتقل من مكان الى مكان من ولايه الى ولايه من بلد الى بلد ولكن دائما الحالين يجذبه يعني اين ترعرع؟ اين طفولته؟ والى غير ذلك، نعم. حتى الصحابه رضوان الله عليهم كانوا ينسبون الى اوطانهم نعم. والى بلدانهم، صهيب الرومي من الروم، سلمان الفارسي من الفرس، بلا الحبشي من الحبشه، نعم. فهذا ان دل على شيء انما يدل على ان الانسان متعلق بهذه التربه التي نشا فيها وترعرع فيها، يجاهد ويضحي من اجل هذا الامر. والله سبحانه وتعالى بل جعل وقرن خروج الروح من الجسد كخروج الجسد من الوطن كما قال الله. الله تعالى ولو كتبنا عليهم ان اقتلوا انفسكم او اخرجوا من ما. دياركم ما فعلوه الا قليل منهم ما. فجعل سيان يعني انسان خروج الروح من الجسد هذا صعب سما هذه الصعوبه تساوي أو تؤول إلى صعوبة هجرة الانسان, الإنسان هجرة من الإنسان من موطنه الان. خاصة إذا خرج كما قلنا ليس بمحض بمحض إرادته, إرادته ولكن في وطنه اضطهد ولكن في وطنه أه ضيق فخرج من أجل القضايا العادلة من أجل قضية الحق ومن أجل نصرة الحق م. فتكون هذه الهجرة بإذن الله تبارك وتعالى هجرة مأجور عليها الإنسان جميل جدا وكما قلنا أستاذنا الفاضل ليس من السهل أن يفارق المرء وطنه ومسقط رأسه وحتى بيته الدافئ الذي يعتبر بيت بالنسبة له ولو كان على اتساع رقعته وذلك لما اعتبرت هجرة الصحابة أيضا كما ذكرت لنا صحابتنا الكرام رضوان الله عليهم من أعظم فضائلهم أستاذنا الفاضل. نعم أكيد يعني أول هجرة كانت للصحابه رضوان الله عليهم هي م. هجره الحبشه م. في السنه الخامسه للبعثه من دار الخوف الى دار الامان لما ذهبوا الحبشه الحبشه ما كانوش مؤمنين م. ولكن كان فيها حاكم عادل كما قال عنه النبي عليه الصلاه والسلام لا يظلم فالهجره عندهم. لا يظلم عنده احد فالهجره الاولى كانت فيها عشر رجال واربع نسوه م. من هؤلاء الذين هاجروا عثمان بن عفان رضي الله عنه وبنت النبي صلى الله عليه وسلم رقيه رضي الله عنها فهاجروا الى الحبشه لا. ثم كانت يعني ثم بعد اشهر عادوا بان هناك دعايه بان قريش دخلت في الاسلام فعادوا ثم بعد ذلك كانت الهجرة الثانية للحبشة سنة العاشرة للنبوة أو السنة العاشرة للبعثة فهاجر أكثر من تسعين صحابي وصحابي رضوان الله عليهم وبقوا هناك حتى السنة السابعة للهجرة يعني مباشرة ذهبوا إلى المدينة المنورة بعد فتح خيبر حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام, بأيهما أفرح بفتح خيبر أو بقدوم جعفر ابن عمه الطيار رضي الله عنه ثم كانت الهجره الاخيره وهي الهجره الى المدينه المنوره لا. يعني تخيلوا معي يعني الصحابه رضوان الله عليهم يعني تركوا كل شيء لا. يعني اموالهم وتجارتهم وأهلهم وعائلتهم لا. واولادهم لا. وغير ذلك وهاجروا الى موطن لا يعرفونه ما هو ما لا يدرون اي شيء فهذه الهجره كانوا يعني من السباقين للاسلام وكانوا دائما يفضلون عن باقي الصحابه هؤلاء المهاجرون يقدمون ويفضلون عن باقي الصحابة. لأن هذا عمل كبير جدا. فيها الكثير من الثواب والأجر العظيم. أكيد مستجد. لا. هذا لا شك فيه الإنسان. إن يعني يخرج مهاجرا بنفسه إلى الله ورسوله. إلى الله ورسوله وأكيد يعني نيتهم صادقة. كما مم. قال النبي عليه الصلاة, عليه الصلاة والسلام في حديث السلام. النيات المعروف. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله مم. ورسوله. إلى باقي الحديث. مم. فأكيد يعني لا شك لهم أقدمية والأسبقية. لهم قصب السبق في هذه الهجره ثم بعد فتح مكه المكرمه يقول النبي عليه الصلاه والسلام لا هجره بعد الفتح وانما جهاد ونيه فهنا النبي عليه الصلاه والسلام خلاص ما دام يعني مكه المكرمه اصبحت رقعه اسلاميه فلا داعي الى الهجره اليها وهذا الحديث يبين لنا بان الانسان ممكن ان يهاجر وهو في موطنه وهو في مكانه ان يتحير عن قضايا الامه ان يعني يشارك اخوانه في بعض القضايا العادله القضايا المصيريه فهذا قال عنه النبي عليه الصلاه والسلام وانما جهاد ولي له نيه هذا الامر وكما قام قال علماؤنا ايضا هي هجرة الذنوب والمعاصي أن الإنسان يعني يهجر الذنوب والمعاصي, والمعاصي. نعم. كما قال أسلافنا وعلماؤنا رحمة الله عليهم نعم. نعم أستاذنا الفاضل أستاذنا أيضا واجب على كل إنسان حتى ولو هاجر برضاه أو أجبر هاجر وطنه أن يكون محبا أن يكون وفيا أن يكون مخلصا لوطنه ولو ابتعدت او بعدت بينهم المسافات استاذنا الفاضل وهذا ما شاهدناه في مجزره السابع عشر من اكتوبر سنه 1961 والمصادفه لليوم الوطني للهجره شاهدنا ان العديد من السكان الجاليه الجزائريه الذين كانوا في فرنسا كانوا يمثلون المحرك الاساسي الداعم للثورة الجزائرية بالرغم من بعدهم عن مسقط رأسهم وهذا ما أثار واستفز المستعمر الفرنسي واعتقل الكثير منهم فخطط خطط جبهة التحرير لمظاهرات سلمية قوبلت بابشع جريمه على وجه الارض تعتبر جريمه ضد الانسانيه هي مجزره 17 اكتوبر او ما يسموها مجزره نهر الصين استاذنا الفاضل. نعم هذه يعني انا بضاعتي مزجت في هذا المجال التاريخي نعم. ولكن كما تفضلت كان هناك الجاليه الجزائريه نعم. هناك في فرنسا في عقر دار العدو. تعداد لا توجد احصائيات رسميه ولكن بعضهم يقول لك من 150 الف الى 300 الف كانوا هناك وكانوا كما قلت ايضا كانوا يخدمون الثوره الجزائريه ويدعمونها ايضا بالمال والنفيس وكانوا لهم هذا البعد الروحي ولهم البعد الايماني ولهم البعد الوطني وكانوا يحافظون على الاستقرار هناك كان ممكن يعني يقتلون هناك او كان كما قال احدهم انه باستطاعته ان يقتل الرئيس الفرنسي هناك سعلا. ولكن كانوا دائما على شرفوا الجزائر احسن التشريف التشريف نعم. ثم بعد ذلك في 5 اكتوبر 1961 نعم خرج يعني مرسوم رئاسي مجحف هذا المرسوم الرئاسي الذي لا يساوي بين الفرنسيين والجزائريين نعم. بان هناك حظر التجوال للجزائريين من 8:30 تاع الليل حتى 5:30 ونصف الصباح خرج هذا المرسوم والا يجتمع ثلاث اشخاص جزائريين هناك م. يعني حسوا او حسوا بهذا الخطر الداهم في عقر دارهم, دارهم. فخرج نعم. هذا العدو حتى لا يخدمون الثوره الجزائريه في الصباح راهم يعملوا ثم مباشره اجبروا على حظر التجوال فهنا يعني جاءت القرار للجبهه الجزائريه الجبهه جبهه التحرير الوطني بان يخرجوا في مظاهرات سلميه لا يحملون شيئا لا سيفا ولا بندقيه ولا حتى عصا فخرجوا ما يقارب يعني عدد لا باس به كما قال اهل الروايات حوالي 3000 نعم. تقريبا او اكثر حتى يعني المغربيين والتونسيين والاسبانيين اللي كانوا هناك خرجوا في سلميه يعني مسيره سلميه في 17 اكتوبر على الساعه 8 ليلا ولكن وجهوا بإبادة جماعية وجهوا بالقتل وجهوا بالرم يعني قيدوهم ورموهم في هذا النهر نهر السين حتى أصبحوا في في الصباح ذلك اليوم الذي يسمى الثلاثاء الأسود يعني ده. جثث يعني هامدة وجثث يعني تعلو هذا النهر وحتى يقول لك بأن مئة جثة رميت في هذا السين وفي هذا النهر الذي يسمى نهر السين, السين وأيضا حوالي 300 قتيل والى غير ذلك من المشردين ومن المعتقلين يعني اعتقلوا كل عدد ألف وكذا هذا العدد يعني هذا هؤلاء الذين يعني يدعون انذاك بالديمقراطيه وحريه التعبير انذاك كانوا يقولون هذا الآن ثم يعني قتلوا شعب عزل يعني شعب ابرياء, أبرياء فكانت هذه الاباده الجماعيه وكانت هذه المجزره في وصمة عار في, في حق الإنسانية وفي وصمة عار في جبين هذا نعم الاستخراب لا نسميه الاستعمار وإنما الاستخراب والاستدمار نعم هذا فللاسف الشديد هذا ما ينبغيهم يعني ما رضوا بالعبوديه وما رضوا بالخنوع م. ارادوا الكرامه لهم ولقد كرمنا بني ادم وحملناهم في البر والبحر فارادوا هذا الامر بسلميه وبحسب قوانينهم والى غير ذلك م. فكانت هذه المجزره وهذه لابد ان تدرس للاجيال كان بزاف يعني تسال واش كاين في 17 اكتوبر لا يعني, يعني. شيء حتى م. يعني مثلا بمرور السنوات من بها فعلا. اصلا هذا التاريخ وهذا من واجب ايضا المدارس كما قلت استاذنا والجامعات خاصه المتخصصه في التاريخ وايضا الاعلام تلفزيون واذاعه وغيره من الوسائل وجب عليه ان يذكر في كل مره مثل هذه التضحيات الجسيمه لشهدائنا الابرار وهكذا استاذنا الفاضل يجب ان نكون داخل الوطن وخارج الوطن محبين للدين او, في أو للدين والوطن اوفياء له وايضا نشرفه احسن تشريف ونمثله احسن تمثيل ورحم الله كل شهدائنا الابرار مع الصديقين والمرسلين والانبياء يا رب العالمين، وايضا رحم الله استاذنا الفاضل كل علمائنا الاجلاء الذين ايضا يخدمون الدين ويرفعون رايه الاسلام عاليا خدمه للدين والوطن، في هذه الوقفه استاذنا اردت ان نترحم على شيخنا الفاضل ساذ ابو عبد السلام ولو بدعاء هكذا صغير منبر من مربر العلم والعلماء في الجزائر ومصباح منير كان ينير كل درب كل الجزائريين وأيضا يسمى بأبو المشاهدين وأبو الجزائريين الكل كان يذهب له ويبتغي منه النصح والإرشاد ويتبارك بدعائه رحمة الله عليه وسلم نعم نحن نتكلم عن الجهاد في سبيل الله وعن الشهداء وإلى غير ذلك نعم. والجهاد ليس الجهاد بالسيف فقط أو بالسلاح وإنما هناك حتى الجهاد آه العلمي، الجهاد التكنولوجي، نعم. ال... كان عدة أنواع من الجهاد والشيخ أبو عبد السلام رحمة الله عليه، وأنا كما قلت بالأمس جالس في هذا الكرسي الذي أتشرف نعم. أنه جلس فيه، نعم. كان يجاهد بعلمه وسخر كل وقته وجهده وكل ما يملك من غال ونفيس من أجل هذا الوطن، نعم. من أجل هذا الدين. فنسال الله سبحانه وتعالى ان يتغمده برحمته يعني. وايضا الشيخ عبد السلام كما يعني حكى لنا كثير من اقربه او اقاربه واصحابه م. كان كثير العباده م. وكان كثير للصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم والسلام. كما اخبرني خلال هذا الاسبوع كان, عليه كان يصلي على النبي عليه الصلاه, عليه الصلاة والسلام, والسلام في كل صباح 300 مره ما شاء الله. وكان يرى النبي عليه الصلاه والسلام كثيرا ما شاء الله. في المنام فنسال الله سبحانه وتعالى ان يتغمده برحمته، ونسال الله سبحانه وتعالى ان ينزل عليه شابيب رحمته، ونسال الله سبحانه وتعالى ان يجعله مع الصديقين والنبيين والشهداء والصالحين، ونسال الله سبحانه وتعالى ان ينور قبره، ونسال الله سبحانه وتعالى ان يوفق الابناء والبنات أن يكونوا مثله خير سلف لخير خلف بإذن الله أمين. تبارك وتعالى جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم أمين يا رب العب. بارك الله فيك أستاذنا على هذا الدعاء الطيب رحم الله كل شهدائنا الأبرار وكل علمائنا الأجلاء الذين دائما يسعون جاهدين لخدمة الدين والوطن بارك الله فيك أستاذنا على كل هذه النفحات الإيمانية مشاهدينا على فاضل نواصل معكم برنامج الضحى لنهار اليوم لكن بعد هذا الروبرتاج الزميل طه فرسوس. وافتتاح المدرسة القرآنية للزاوية البلقيدية. نتابع ثم نعود بعده بحب الله. لأقدس كلام في الوجود تشبعا وتشبثا بقيم القرآن الكريم خدمة واعتناء به ينطلق الموسم الجديد لتعليم القرآني ببلادنا تزامنا وشهر الأنوار شهر المولد النبوي الشريف تتضاعف الجهود والمساعي تسخر الإمكانات والوسائل المادية والمعنوية لتفتتح مدارس قرآنية جديدة الزاوية البلقيدية من أعرق الزوايا وأبرزها لما تتميز به من عناية كبرى ومحافظة والتزام بتحفيظ القرآن الكريم وتدريس علومه للناشئة وإقامة الحلقات العلمية والدروس المفسرة لآي الذكر الحكيم الشارحة للسيرة النبوية العاطرة على منهج السادة العلماء الذين تزخر بهم الجزائر بدورها الزاويه تعلن افتتاحها وتدشينها لمدرستها القرانيه بالعاصمه <applause> نهنئ أمة الإسلام جمعاء ونهنئ الأمة الجزائرية على وجه الخصوص بهذا الصرح الذي أكرم الله تبارك وتعالى به الجزائر العاصمة وعموما كل الجزائر من شرقها إلى غربها ومن شمالها إلى جنوبها قلعة من قلاع القرآن الكريم التي تكون بمثابة الحصن الحصين لأمة الجزائر من كل تنازع أو فرقة أو تشرذم أو تشتت يجسد فيها معاني قوله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم وإذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمة إخوانا مدرسة الشيخ سيد محمد بالقائد رحمه الله تبارك وتعالى هي أحد المدارس القرآنية المنتشرة في بقاع أرض الجزائر المباركة وهي امتداد لتلكم الزوايا والمدارس القرآنية التي كانت بمثابه الدرع الواقي الذي جعل كل الوسائل والاساليب والاسباب التي سخرها المستعمر الصليبي في ان يفصل المجتمع الجزائري عن القران الكريم ولكن هيهات والحمد لله تبارك وتعالى ولا زال ذلك الامر ساريا في المجتمع الجزائري المدرسة تفتح أبوابها للطلبة المتفرغين لحفظ القرآن الكريم وفهم علومه بعد أن هيأت إدارتها كل ما يلزم تسهيلا وخدمة لأهل القرآن أهل الله وخاصته مدرسة الشيخ سيد محمد بن القايد بزاوية العاصمة هي هي مدرسة تضم عدة قاعات أقسام لتحفيظ القرآن الكريم وعدة أقسام لتعليم العلوم الشرعية بالإضافة إلى المرافق التي يحتاجها الطلبة من الإيواء مرافق الإيواء والنوم والراحة والأكل بالإضافة إلى مكتبة كبيرة وقاعة للإعلام الآلي وعيادة طبية وعيادة طبية عامة وعيادة طبية خاصة بطب الأسنان وكذلك مشفى يعني كل ما يحتاجه الطالب في الزاويه متوفر والتعليم الزاويه مجاني كما هو معلوم منهج تعليم القران او طرائق تعليم القران الكريم بهذه المدرسه تمزج ما بين الاصاله والحداثه ان صح التعبير فنجد مثلا في الاقسام القرانيه نجد الطاولات والكراسي وقاعات الاعلام الالي والمكتبه الى غير ذلك ونجد في الاشياء التي نحافظ عليها في الزوايا هي تعليم القران بالطريقه التقليديه وهي الجلوس بين يدي المعلم وافتاء المعلم لتلميذه القران الكريم ثم بعد ذلك يصحح له اللوحه ويقراها معه ثم بعد ذلك يعني ياخذها الطالب لحفظه لاجل ان يحفظها ثم يعرضها على معلمه. بحضور نخبة من العلماء والمشائخ والدعاة وجمع غفير من المحبين المخلصين جاءوا من كل حدب وصوب لشهود حفل ومراسيم تدشين المدرسة القرآنية وافتتاحها في أجواء احتفائية بهيجة هذا يوم مبارك سعيد تسعد به الجزائر ويسعد به أهل الجزائر إضافة مباركة بافتتاح هذه المدرسة القرآنية في هذه الزاويه المحمديه النيره الربانيه اضافه فيما يكون من زياده مدارس القران الكريم ليكون مدد القران الكريم ساريا جاريا باقيا على ما كان عليه النهج الاول في هذا البلد الميمون بلد الجزائر ويتجدد معه كثير من المقاصد في تربيه الاجيال على حب القران الكريم ونحن احوج ما تكون اليه الحاجه الى ان نعلم ابناءنا فينتقل من تعلم الى تعرف الى مجاهده بعد المشاهده في ميادين المعرفه هذه المدرسه القرانيه ليست في شكلها فحسب وانما المعول عليها ان تكون ان شاء الله تعالى بابا وموردا معينا وليس للجزائر فحسب وانما لكل الامه الاسلاميه قرانا يتلى وعبرا تتلى على مر الزمان على اثر سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم انه لحقا يوم مشهود بافتتاح هذه القلعه من قلاع القران الكريم في هذا البلد المحروس فنهنئ اهل هذا البلد وبل الامه الاسلاميه كلها على هذا الافتتاح وهذا اليوم المشهود وانه لمن سعد الطالع ان يكون في هذا الشهر المبارك شهر حضره سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى اله فهذه المدرسة المحمدية في هذا الشهر المحمدي تأذن بالخير لهذه البلد بل للأمة كلها فالحمد لله رب العالمين على ذلك ونحن إذ نمثل كل من حضر من خارج هذه البلد المحروسة نهنئ هذه البلد بل نهنئ أنفسنا بالأمة الإسلامية كلها على هذا الافتتاح هي رساله الشهداء الخالده تعاهدتها الاجيال بالرعايه والوفاء فوق ارض الجزائر الطاهره فخيركم من تعلم القران وعلمه مشكور طه فرسوس على هذا الروبوتاج القيم الذي كان عن افتتاح مدرسه القرانيه بزاويه البلقيدية والذي كان تزامنا مع شهر الأنوار شهر المولد النبوي الشريف موسم التعليم القرآني والذي عملت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف على تدشين هذه المدرسة القرآنية التي نعتبرها إنجازا عظيما إذا هنيئا للجزائر ولنا على هذه المدرسة ومثلها من المدارس التي تعمل جاهدة على تعليم القرآن الكريم وأيضا تحبيب القرآن الكريم الذي يعتبر دستور الحياة في أجيالنا للسير على نهجه ودربه بحول الله. إذا مشاهدينا على فاضل نواصل معكم فقرات برنامج الضحى لنهار اليوم بعد فاصل قصير نلتقي بضيف الضحى وركن ذاكرتنا للحديث عن اليوم الوطني للهجرة. اهلا ومرحبا بكم جميعا وباسمكم ورحب بالاستاذ محمد محمود عرغار محمود عرغار محمود مجاهد عضو الوطني عضو جيش التحرير الوطني نعم. نعم ما شاء الله متشرفين بك استاذنا الفاضل وبأمثالك من المجاهدين ممن قدموا النفس والنفيس لخدمة هذا الوطن الحبيب إذا مرحبا بك وشكرا على تقبلك دعوة البرنامج أستاذنا الفاضل تحيي الجزائر اليوم يوم الاثنين اليوم الوطني للهجرة المخلدة للذكرى الواحد والستين لمظاهرة السابع عشر من أكتوبر 1961 مظاهرات سلمية كانت من قبل الجالية الجزائرية بباريس قوبلت بأبشع مظاهر العنف والوحشية والتي تسمى بمجزرة نهر السين مذبحة أستاذنا الفاضل في حق أبرياء عزل حبذا لو تعود بنا إلى التاريخ ونقف وقفة مجاهد يروي لنا القصة أستاذنا بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا والسلام أول ما نفتح بهذه الحصة هي نترحم أولا على الشهداء الكرام نحم الله الكرام وكذلك نترحم على شهداء الواجب نعم لأنهم كذلك قدموا حياتهم لحياة هذا الوطن نعم آه كما كذلك أشكر الحصة تقنيين صحفيين المشترفين على كل هذه القصة اللي سمحونا الفرصة باش نقدروا نساهموا ولو بقسط قليل فيما يخص هذا التاريخ الشرف كله لنا أستاذ أنا بالنسبة لي كمجاهد نعم كمجاهد آه بالنسبة لي المجزرة تاع 17 أكتوبر 61 ما هي إلا حلقة من عدة حلقات فعلا اللي صارت في حرب التحرير الوطني نعم والفضل وكل هذه الحلقات جعلت من الثورة الجزائرية دعمتها وأعطتها حاجة آه قوية نعم. حتى وصلنا للاستقلال اذا احنا رانا نتعامل به ونعيش فيه وخاصه من الجيل تاع المستقبل نعم بالنسبه للمساكر تاع دي حاج ديسمبر قلت لك هي حلقه خاطر علاش ماهيش هي الوحيده فعلا لان فيه في مراحل حلقات أخرى. ومواقف اخرى فيها, فيها مرحلة مراحل اخرى فيها المرحله نتاع مثلا مؤتمر الصومال نعم فيها المرحله نتاع نعم. خمس خمس الصيف 45 نعم فيها المرحله نتاع الصمام نعم. في هالمرحله كذلك نتاع 11 ديسمبر 60 في نعم. فيها مرحله كذلك كراحل مراحل كثيره مراحل كثيره ومواقف كثيره وكل مرحله عندها الخصوصيه تاعها نعم. وكل مرحله عندها التنظيم تاعها عندها لمستها عندها في دعم, دعم الثوره التحريريه وكلهم يجمعوا نعم. الى غايه واحده الا وهي تحرير البلاد نعم. تحرير البلاد ونزع الاستقلال نقول فهل. نزع نزع الاستقلال من, من, القوه من, من القوه القوه الغاشيه اللي هي تتمثل في فرنسا وحلفاء فرنسا بما مم. فيهم الاتحاد الاوروبي الاتحاد الاوروبي وخاصه لوطو لانها قوه كبيره في كلها مجموعه كانت كلها ضد الجزائر وكانت فرنسا تعتبر ان الجزائر هي قطعه من فرنسا مم. مثل ما هو الشان لكل كل المناطق الاخرى الفرنسيه نرجع للغايه بالنسبه ل 11 17 17, -17. اسمعي شويه فرق الذاكره شويه معليش <applause> استاذ هذا راجع الى السن وراجع كذلك ما <applause> شاء الله عليك وحنا نشرفوا على بك استاذ نرجعوا للقضيه نتاع 11 17 دي, دي 17 اكتوبر اكتوبر نعم 17 اكتوبر هو عباره على مظاهرات نعم. قاموا بها أه جاليه جاليه جزائريه في اوروبا في فرنسا مم. خاصه في فرنسا في باريس وين تلقوا تعليمات من أه جبهه التحرير جبه الوطني, الوطني. باش يقوموا بحركه نعم. بحركه في نفس فرنسا وسلميه ايضا حركه سلميه, سلمية نعم. من غير سلاح نعم. باش يعطوا دعم للثوره دعم لنا احنا كمجاهدين وحنا علاش آه باش يقوموا بهذه المظاهرات مم. وهذه المظاهرات حتى يعبروا عن رايهم ورفضهم للاستعمار في فرنسا وهذه المظاهرات على جهه نعم. على جات لأنهم لان فرنسا دارت حظر التجول نعم. دارت حظر التجول لكل المغتربين باش مت باش متقروش حتى لانهم فاقوا ظنوا فاقوا باللي فيه خلايا تنشط تنشط وتعمل من اجل تحرير, تحرير الوطن تحرير الوطن جمع الاموال شراء الاسلحه نعم. آخره باش يدعموا بها الثوره داخل الجزائر نعم. لما فرنسا فاقت هذا الشيء ودارت دارت دارت, دارت حظر التجول حظر التجول هذه فرنسا من خلال المعلومات اللي عندها ودارت فاقت باللي كاين فيه اشياء خلايا راهي تنشط نعم. باش باش تدير قماش كامل درت محطه شغل هما باش يقاوموا الاستعمار الفرنسي خرجوا بامر من جبهه التحرير الوطني قال لهم لازم تخرجوا لازم تبرهنوا لفرنسا باللي الجزائر المعركه ماهيش في الجزائر فقط مم. المعركه تخص تهتم تخص الجزائر كل, كل, اين كل الجزائريين اينما كان كل نعم. اينما اينما كان لازم يبرهن ويبين باللي رانا حب للوطن حب للوطن ورانا نعم. امه واحده وطن واحد والغايه تاعنا هي تحرير واحدة. الوطن نا. تحرير الاستقلال وهذا بالنسبه لنا احنا كمجاهدين على كل حال من غير شك راهي تعرف الشيء اللي صار عندي بعض المعلومات هنا فيما يخص هذا هذه هاد المجزره السلبيه قاموا بها اه قاموا بها مواطنين جزائريين ابرياء لا سلاح اي شيء ما باش يبرهنوا الفرنسا باللي احنا رانا هنا لدعم الوطن والثوره. دعم الوطن والثوره الى فرنسا واش درت؟ لها قوه كبيره من الشرطه م. برئاسه موريس بابون م. اللي هو كان بريفي نتاع تاع باريس اللي هو اعطاهم اوامر وبدا يخطط لها من 16 نهار قبل في يوم 16 اعطى اوامر للشرطه تاعو باش تمنع هذه المظاهره وتقضي عليها م. باش حتى ما تتطورش وما تكبرش وما تديش الى نعم والذي يعتبر استاذ مدان بارتكابه بتهمه ارتكاب جرائم حرب ضد الانسانيه فرنسا نعم. ما عندهاش اسم نعم. أسمع شكون يحاسبها فرنسا كانت قوه عظمى نعم. وكانت في الحلف الاطلسي وكانت هي هي تفرض اوامرها وتفرض نعم. دونك. من جملة هذا هذا المظاهره هي عباره عن تحدي نعم. فرنسا باش يقول لهم بلي احنا مهما كانت الظروف ولو نموتوا كامل لابد من الاستقلال نعم. وهذا باش يدعمونا احنا كمجاهدين من حرب التحرير واش نقدروا نستخلصوا من هذه العبره نعم. احنا هذه المظاهره دعمتنا اعطتنا قوه اعطتنا نشاط جديد واعطتنا وعرفنا دعم منفس بال... نعم واعطانا قابلنا باللي كل الجزائريين راهم يساهموا باش يحرروا البلاد نعم. احنا كنا نشطوا كما نقولوا في الجبل، ما جيش التحرير كانت الامور شويه ما كناش ما نقولوش ما كناش وانما عبنا باللي هذه المظاهره عطتنا ولينا احنا واش درنا؟ طورنا كثفنا من المعارك، ودرنا معارك كثيره وهجمنا على الثكنات العسكريه ودرنا لهم كماين ودرنا لهم يعني اشياء كثيره لحتى حتى باش باش فشلنا القوى الاستعماريه من جملتهم احنا الشيلي ما اللي عشناه احنا عشنا في خط موريس خط موريس وشالي لانه يعني في الحدود الشرقيه خط موريس الشرقي هو عباره على جهنم نار جهنم خاطر علاش ما يقدر يقولها إلا الا الا الانسان المؤمن صاحب العزيمه والاراده القويه والمحب للوطن والمحب للوطن لا لانها لابد لا تكون عندك عزيمه كبير وفضل الله سبحانه وتعالى كانت عندنا هذه العزيمه وكانت عندنا هذه القوه وكان عندنا هذا الدعم من من الجاليه الجزائريه اللي كانت في الغرب باش قمنا احنا كتفنا قلت لك من المعارك ولينا النهار اللي كنا ندور معارك ولي نديرو زوج نهار اللي كنا اربعه الى اخره كان, إيه. كان دعم كبير كان دعم كبير واعطانا ثقه واعطانا واش نقول واعطانا قوه واعطانا قدره ورب بفضل الله سبحانه وتعالى وين عدنا آه واش نقول لك الاستعمار آه الفرنسي قبل كنا كان اللي كان الاستعمار العسكر لما يشوف كنا نتخوف ولي نعم. ولينا احنا عدنا نقابل توافلو. العسكر وجه لوجه نعم. معليش مع لنا هذاك الرهبه وهذاك الخوف كل راح لنا ولينا نتقابلوا مباشره مع الاستعمار ولينا تغلبنا عليهم اذا استاذنا هذا المظاهرات وهذا المتجر متجر نهر السين ابانت للجزائريين وللمجاهدين انذاك ولشهدائنا الابرار ابانت حب الوطن التي ظهر في كل الجزائريين وايضا كانت ارتباطهم الوثيق وعلاقتهم الوطيدة بوطنهم الأم الجزائر أينما كانوا وأينما رحلوا وارتحلوا بارك الله فيك يا بنتي المشكل وراء الجزائريين الشعب الجزائري بصفة عامة عاش أزمة عاش الفقر نا. عاش الاضطهاد عاش القتل التعذيب تنكيل عاد ما يطيقش نعم. كان لابد من, من لابد من كما نقولوا انتفاضه من الثوره نعم. لابد من الانتفاضه نعم. مهما كان مهما كلف من نزع الاستقلال مهما من يد المستعمر لابد من الانتفاضه نعم. ولابد ولا بد من نعطوا درس لهذا الاستعمار ولا بد الاستعمار نعم. لابد يخرج من البلاد ما اسمع مهما كانت الضحيه نعم. مهما كان السموم مهما كانت التضحيات نعم. مهما كان الثمن لابد نصلوا للغايه تاعنا الغايه وش هي الاستقلال والحمد لله وش قلت لك انا ليش قلت لك هذه هذه تاع تاع هذا مظاهرات هذه المظاهرات هي حلقه من احلى نعم. لما نشوفوا مثلا مؤتمر الصمام نعم. لما نشوفوا مثلا ل... مجاز 11 ديسمبر لما نشوفوا 11 ديسمبر 11 ديسمبر نعم. احنا عشناه في جبل في جبل التحرير 11 ديسمبر درنا المعجزه نعم. المعجزه اللي ما كناش نتخيلوها في نهار درناها خاطر علاش؟ خاطر علاش؟ اولا الشعب اعطانا تدعيم لما وقعت المظاهرات ديسمبر اعطانا دي تدعيم كبير تدعيم كبير وين كنا احنا احنا ولينا نفرضوا انفسنا على فرنسا كانت فرنسا تهجم علينا ولينا احنا نهجموا عليها ودخلنا الثكنات وحكمنا ناجي. وحكمنا منهم دي بريزوني وحكمنا هذاك خط موريس اللي كان جعل لنا واش يقولوا حاجز جهنمي حرقناه ثكنات عسكريه اللي كانت محصنه دخلناها واحتليناها حكمنا كما قلت لك دي بريزوني فرنسا الى اخره هذا كلها وفضل فضل الله سبحانه وتعالى وفضل التضحيه وفضل الايمان نعم فضل الايمان وفضل وحب الوطن للشعب الجزائري الذي دعم بالنفس والنفيس الثوره التحريريه وجبهه الجيش التحرير الوطني والمجاهدين انذاك ان يعني يقدموا لهم كل الدعم حتى ولو كان معنوي قدموه لهم لكي يواصلوا لنزع الاستقلال من المستثمر <applause> نعم. بارك الله فيك أستاذنا الفاضل. أستاذنا العام الفارط فقط. وبقرار من رئيس الجمهورية. تم ترسيم أو مرسوم يقتضي الوقوف دقيقة صمت سنويا. على أرواح شهداء مجازر 17 أكتوبر من كل عام تكريما لشهدائنا الابرار وللجاليه الجزائريه التي ضحت بالنفس والنفيس انا ذاك بارك الله فيك يا بنتي هذا واجب نعم هذا ما هوش سي نعم كما يقول لك هذا واجب من واجب من واجب السلطه تاعنا السلطه الوطنيه الحره تكرم من لا لابد من احياء هذه الذكريات لان يعني هذه الذكريات تبقى راسخه تبقى راسخه في الآن الجيل الصاعد بون احنا انا عابرين عبر ما قلناش بون اللي ساهمنا به انا ساهمنا به والشيء اللي مازلنا الى حد الان نعم. لو الجزائر مازال تحتاج لنا لاي عمليه مهما كانت نعم انا حاضر نكونوا حاضرين حتى نعم. الى اخر قطره من دمنا وهذا الشيء اللي عهدنا به الشهداء والشهداء انا ما نزيد نذكر لك حاجه فقط نعم تفضل من خلال حرب التحرير احنا لما نخرج العمليات احنا كنا في واحد المنطقه واحد المنطقه عازله نعم. ما فيها لا غابات ولا اي شيء العمليه تاعنا نقوم بها الا في الليل في الليل وكانت كانت عسكريه كانت مامنه وكانت تحرس كل شيء دونك احنا حتى ما علينا نجيب العمليه تاعنا في الليل لما نخرجوا في الليل كي نخرجوا في الليل نجوا خارجين العمليه نودعوا بعضنا على خير الى اللقاء الى اللقاء لاننا نظن نظن بان ما كاش واحد يعاود يرجع فعلا وفعلا لما نخرج في كثير من كاتبة نخرجوا في كاتبة فيها 100 و 120 واحد كانت ثلاثة أربعة يموت خمسة ستة يموت إلى آخره وهذا عطوا للزمان عطوا للزمان هذه واحدة لا يمات الولا كانت شوية الأمور كانت شوية صعبة آه لأن صعبة لأننا دابا حنا خرجنا صغار آه وأغلبية جنود جيش التحرير هما كل سن صغير المليح في الكبير فيهم 24 سنة ما شاء الله فوزي ماجيني أن تي بو تخيلي واحد 24 سنة شباب في مقتبل شباب 24 نعم. سنه يخرج عندهم الوطن يضحي نعم. بحياته ما, الله. ما كان ينتظر والو ما كنا ننتظر والو كنا الا مقابل. فقط الاستقلال الاستقلال مهما كان الثمن وضحينا وقدرنا والحمد لله ربي قدرنا الحمد وعشنا الاستقلال وشفناه وجبنا لكم الهديه نعم. هذه الهديه هي الاستقلال نعم. لان الجيل الصاعد وللجيل الوطني وخاصه ناكد كثير الوطني المخلصين نعم. وهذه ناكد عليها وهذه راهي امانه راهي في رقبتكم كما احنا وفينا العهد مع الشهداء انتم كذلك انتم الشباب اليوم تبلغوا الرساله للجيل الصاعد وللمستقبل لان هذه الجزائر هي أمان. ضحوا عليها شهد. ضحوا عليها ماتوا عليها الشهداء وشهداء كثير مم. من خلال من 1830 الى غايه يومنا هذا راه قرب 7 مليون 8 مليون شهيد اللي ماتوا سمعت شهد. هذا باعتراف السلطه الفرنسيه خير ما بغينا كاين فقط حبيت نقول حبيت ناكد عليها احنا الشباب تاعنا الشباب ديال لازم يكون واعي لازم يخلق. وهذه النقطة وسؤالي ليك أستاذنا الفاضل أتضل. نتمنى من خلال هذا المنبر ونحن نتشرف بشهاداتك الحية وأنت كمجاهد كانت لك يعني مواقف ومحطات في ثورة التحرير المباركة وأيضا كنت مرافق لشهدائنا الأبرار وكل هذه المحطات نتمنى أن يعني تقدم كلمة لكل شبابنا حتى يسيروا على سير مجاهدينا وشهداء الابرار خاصه في خدمه الدين وخدمه الوطن وسابنا. بارك الله فيك يا بنتي وهذه نقطه حساسه نعم no. ولا بد باش ناكدوا عليها الشباب مش شباب كان شباب وشباب نعم no. والشباب تاعنا نظن بالنسبه لينا انا ما همش ما نقص شيئا من الوعي mm -hmm. وشيء من على خاطر لان بون ما نقدرش ما نقولش على الشباب الشباب المثقفين والاطارات وهذا كلهم او عندهم كمان تكوين عندهم تكوين تقني سياسي لا اخره تاريخي ايضا ما تاريخ ما خافوش عليهم لا. انا انسان اللي خارج من الجامعه انسان اللي قاري هذا ما نخافش عليه خاطر علاش لانها متزود باشياء اللي تسمح له ما يرتكبش اخطاء فعلا هكذا ولا فعلا. لان قبل ما يرتكب خطا لا حتى يوزنه ويقيسوا ويعطيه المعيار الحقيقي تاعو بالنسبه للشباب الاخرين اللي ما تمشي ما الحظ باش يقراوا هذا نتمنى منهم ربي سبحانه وتعالى يهديهم وربي ان شاء الله امين يا رب. ربي يهديهم وربي ان شاء الله يدلهم الى طريق الصواب وربي يعطيهم الاحساس بحب الوطن لان حب الوطن من الايمان والانسان اللي ما يمنش بالوطن، اللي ما يمنش ما عندوش ايمان، واللي ما عندوش ايمان ما تنتظري منه شيء ولا شيء، فعلا. لابد ان الشيء النداء الوحيد نعطيه يا شباب يا شباب هذه بلادكم هذه بلادكم، حافظوا عليها، حافظوا عليها، ونعطيك نا. فقط نعطيك حاجه أشتافي تاريخي كنا في في من خلال حرب التحرير قمنا بواحد العمليه كبيره، واحدة ثكنه عسكريه خرجناها فهمنا عليها هذه من بعد بعد الضربات تاع هجمنا عليه خرجنا العسكر حكمنا بريزوني ودينا كل من بعد كنا هبطنا دونا لواحد الغابه واحد المكان هذا باختصار وصلنا لواحد دونا واحد المركز هكذاك مده اسبوع لا. باش نتحولوا جاء واحد الكوماندون يقول لك أزدين عز اجتماع مجاهدين واش كان يا جماعه بارك الله فيكم تقمت الواجب قال لنا رفدوا يديكم كم شو يديكم كم شو دينا. حلي يديك حلي الاستقلال راح هذه الكلمه قعدت انا انا واش نقول للشباب اليوم يا شباب استقلالنا في يدنا شدوا يديكم، نعم. فمش حل يديك الاستقلال راح، ولا نعم. ضيعتوها ولا ضيعتوها انت راكم مسؤولين امام ربي وامام العباد. ان شاء الله يا رب هي. تبقى الجزائر حرة مستقلة مدى الحياة أستاذ الفاضل ونفتخر دائما بانتمائنا لهذا الوطن الحبيب بلد المليون ونصف مليون شهيد واكثر من ذلك بلد الثورة التحريرية المباركة، نفتخر بوطننا الحبيب ونفتخر بشهدائنا الابرار بمجاهدينا لمثلكم اللي ضحوا بالنفس والنفيس من اجل خدمه هذا الوطن ان شاء الله طول العمر استاذنا وتبقوا دائما بركه لينا ونتباركوا دائما بتضحياتكم وان شاء الله رحم الله شهدائنا الابرار ان شاء الله مع الصديقين والانبياء والمرسلين آه. 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 بارك, بارك الله فيك استاذنا شكرا على كل الشهادات شكرا بارك الله فيك نبقى دائما في خدمتكم شكرا م. تفضل م. معنا م. فقط استاذنا الوطن فبارك الله فيك ونحن دائما نعمل على خدمه الوطن مشاهدينا لفاضل نواصل معكم فقرات برنامج الضحى لنهار اليوم لكن بعد هذا الروبورتاج لمتجر السين ومظاهرات 17 اكتوبر 1961 لزميل عبد النور هامل نتابع ثم نعود بعدها السابع عشر من شهر أكتوبر 1961 تاريخ مرير رسخ في أذهان الجزائريين إبان الثورة التحريرية المجيدة إثر المجازر التي ارتكبها الاستعمار الفرنسي ضد المواطنين العزل في الوقت الذي كانت فيه اتفاقيات إيفيان تقود الجزائر نحو استرجاع سيادتها بفضل المقاومة الباسلة للشعب الجزائري عمد المستعمر الفرنسي يوم السابع عشر من شهر أكتوبر واحد وستين إلى ارتكاب أبشع الجرائم في حق الجزائريين الأبرياء لكن العدو كعادته هذه هي طريقة العدو يعني التنكيل والضرب والإبعاد كلها طريقة العدو بالنسبة حتى تخيف الجزائريين ولكن الجزائريين كما نعلم لم كل لم تخيفهم كل هذه الأمور فبدأت بحاولت بإيقاف هذه هذه المظاهرات عن طريقة التنكيل والتعذيب والسجن وطرد الطرد من فرنسا الى الجزائر طفله وال يعني والشيء الشيء المؤلم هو انها رمت بالجزائريين في نهر السان يعني هناك مجاهدون الى حد الان ما زالوا يتذكرون هذه الحديثه الاليمه مجزرة دموية بشعة تواصلت إلى ما بعد ليلة السابع عشر من شهر أكتوبر واحد وستين تسعمائة وألف بإلقاء عشرات المتظاهرين في نهر السين بباريس بعد قتلهم رميا بالرصاص آه لكن هذا كله زاد زاد من آه إصرار آه إصرار وعزيمة الجزائريين في نيل استقلالهم وبالتالي هنا الجزائريين يعني بينوا للعالم باسره ان ثوره الثوره الجزائريه المجيده هي ثوره شامله شامله لها يعني لها قوانينها ولها منهجيتها مظاهرات السابع عشر من شهر اكتوبر واحد وستين تسعمائة وألف انتفاضه سلميه كشفت الغطاء الخفي لمستعمر غاشم اباد الشعب الجزائري باساليب وحشيه من قتل وتنكيل لكن اراده وعزيمه الجزائريين جعلت العلم الجزائري يرفرف عاليا في سماء الحريه ورمزا للسياده والاستقلال رحم الله كل شهدائنا الأبرار وعاشت الجزائر حرة مستقلة وتحيا دائما الجزائر في قلوبنا وقلوب كل أبنائها إذا مشاهدينا الأفاضل أهلا ومرحبا بكم من جديد نواصل برنامج الضحى لنهاري اليوم بعد فاصل قصير نلتقي بالأستاذ يحيى توفيق للحديث عن ركن العمرة والفقه والمقاصد من هذه الشاعره السمحه اهلا ومرحبا بكم مشاهدينا على فاضل من جديد واهلا بالاستاذ والامام توفيق يحيى محمد سلام عليكم صباحك طيب وسعيد ومبارك استاذنا وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته صباح المشاهدين والمستمعين الكرام طيب وشكرا جزيلا على هذه الاستضافه شكرا لك على تلبيه دعوه البرنامج نعم. استاذنا استاذنا حديث اليوم هو عن موسم العمره بعد انقطاع دام اكثر من سنتين انطلق موسم العمره لهذا اليوم وسط بهجه وفرحه لدى كل المعتمرين افواج المعتمرين يستعدون لتاديه هذه الشعيره السمحاء في البدايه استاذنا الفاضل فضائل العمره ومقاصدها الفقهيه والدينيه استاذنا نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على النبي المبعوث رحمه للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين أولا حق للمعتمرين أن يفرحوا وما لهم أن لا يفرحوا بفضل الله عز وجل وبرحمته فقد حبسوا ومنعوا عن هذه العمرة بسبب الوباء سنتين متتابعتين والله عز وجل يقول لمن فرح في مثل هذه المواسم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون لا شك أن كل شيء شرعه الله تبارك وتعالى جعل له حكما ومقاصدا نعم. فالعمرة إذا أردنا أن نرجع إلى مقاصدها قلنا بأن مقصود العمرة الأول والأكبر والأعظم هو تحقيق عبودية الله تبارك وتعالى لأن الله عز وجل ما خلق الجن والإنس إلا من أجل عبادته ثم إنه نوع لهم عبادته أنواع لأن العمرة قد يستطيعها بعض ولا يستطيعها بعض الحج يستطيعه بعض ولا يستطيعه بعض ولذلك فان الله تبارك وتعالى جعل للجنه ثمانيه ابواب حتى يدخل اهل كل باب من الباب الذي اجتهدوا فيه, فيه وفي الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم سلام. قال من انفق زوجين في سبيل الله نودي يا عبد الله هذا خير فمن كان من اهل الصلاه دعي من, دعي من باب الصلاه ومن كان من اهل الجهاد دعي من باب الجهاد ومن كان من أهل الصيام دعي من باب, باب الرياء ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة لا. بقي باب أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم والسلام. أنه الباب الأيمن في الجنة الذي يدخل عنه أي آه يدخل منه من لا حساب عليه من أمة النبي صلى الله عليه وسلم وبقي باب الوالد الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام الوالد أوسط أبواب الجنة لم يبقى إلا باب واحد هو باب الحج والعمرة لان جميع اركان الاسلام ذكر لها باب فالباب المتبقي هو باب الحج والعمره فالله عز وجل اراد ان يوسع لنا شعب الايمان وسبل الوصول الى الجنه فمن استطاع ان يدخل من هذا الباب دخل ومن لم يستطع فهناك ابواب اخرى يستطيع. في كل عباده نستطيع نعم، اذا الحاج يستطيع ان يدخل ان يدخل من باب الجهاد. نعم. لان الحج والعمره جهاد وفي الحديث عن فعلا. عائشه رضي الله عنها انها سالت رسول الله نعم. صلى الله عليه والسلام. وسلم فقالت يا رسول الله هل على النساء جهاد؟ قال نعم لا قتال فيه الحج والعمره نعم. يستطيع المعتمر ان يدخل. من باب الحج والعمره نعم. ويستطيع ايضا ان يدخل من باب الذين لا حساب عليهم وقد ذكر بعض العلماء بابا اخر هو باب الذكر يستطيع المعتمر ان يدخل منه لماذا لان شعيره العمره وشعيره الحج انما جعلت كما في الاثر لاقامه ذكر الله تبارك وتعالى ان نعم شاء الله إذن فضل فضل العمره والحج كفضل الجهاد وفضل كثير من العبادات نعم العظيمه نعم ولذلك ترى النبي صلى, صلى الله عليه صحيح وسلم صحيح. احيانا يجمع بين الامرين في حديث واحد في حديث عائشه رضي الله عنها السابق وفي حديث اخر ان النبي صلى الله صحيح عليه صحيح وسلم قال الغازي في سبيل الله والحاج والمعتمر وفد الله دعاهم فاجابوه وسالوه فاعطاهم صحيح. هذا ايضا من مقاصد العمره ان الانسان يقترب او يتقرب الى الله عز وجل وإذا تقرب العبد إلى ربه شبرا تقرب الله إليه ذراعا وإذا نعم. تقرب العبد إلى ربه ذراعا تقرب الله إليه باعا، وإذا أتى العبد ربه يمشي أتاه, لأن الله عز وجل. نعم. عز وجل. أتاه هرولة لأن الجزاء دائما يكون أفضل أحضر. من جنس العمل يقولون الجزاء من جنس العمل هذا بين الناس ربما نعم. وبين البشر نعم. ولكن مع الله عز وجل يكون الجزاء أفضل من جنس العمل فمن مقاصد العمرة أيضا هو الحصول على اجابه الدعاء والاقتراب من الله تبارك وتعالى. لا. جاء في الحديث ايضا ان النبي صلى الله عليه السلام وسلم السلام. قال العمره الى العمره كفاره لما بينهما. ماشي. فهي ايضا سبب لتكفير الذنوب، مم. وجاء في الحديث الاخر يبين النبي صلى الله عليه وسلم ايضا بعض مقاصد العمره حيث قال: تابعوا بين الحج والعمره فانهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد فهما ينفيان الذنوب كما دلت عليه النصوص الأولى وأيضا ينفيان الفقر لأن من أسباب الغنى ومن أسباب يسر الحال ويسر المعيشة بعض الأسباب الشرعية كأن الأسباب المادية أن الإنسان يعمل ويجتهد ويكتسب وكاين اسباب معنويه هذا المعنى الاسباب المعنويه منها العمره منها قول النبي صلى الله عليه وسلم, من سره ان يبسط له في اجله وينسى له من سره ان يبسط له في رزقه وينسأ له في اثره فليصل رحمه فان صله الرحم ايضا من اسباب زياده الرزق والبركه فيها ايضا من فضائل العمره ان الانسان يقوم فيها بمجموعه من الشعائر كل شعيره من تلك الشعائر لها اجر معين نعم. فقد قال النبي صلى الله عليه نعم صلى وسلم, وسلم في الطواف مثلا من طاف بالبيت العتيق لم يرفع رجلا ولم يضع اخرى الا كتب له بها حسنه وحط وحط عنه بها خطيئه ورفع بها درجه في الجنه نعم هذا الله. في كل خطوه من خطوات الطواف بالبيت كل و... مناسك العمره وكل عباده نعم. لها اجر وثواب عظيم ما شاء الله ما شاء الله تبارك الرحمن، استاذنا ايضا للعمره مقاصد ايضا ومعان وابعاد استاذنا، لماذا شرعت العمره؟ ما هي مقاصد العمره وما حكم العمره استاذنا؟ نعم هو اهم مقاصد العمره انها تربيه نفسيه. نفسيه. بعض الناس قد لا يستطيع ان يحج لان الحج له شروط معينه ويقع في وقت معين. وتحج اعداد مكلف نعم, نعم. وتحج اعداد معينه نعم. فالعمره فيه شروط. آه شروط لا توجد في العمره نعم. والعمره امرها واسع فقد تحصل للإنسان بعض مقاصد الحج, الحج بالعمرة فقط ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم عمرة في رمضان تعدل حجة معي مع فيستطيع الإنسان مثلا أن يعوض هذا بهذا يعني في جانب الأجر لا. من أعظم المقاصد مقاصد العمرة أن يغير الإنسان من سلوكه لا. أن تكون العمرة وأن يكون الذهاب إلى البقاع والطواف بالبيت والسعي وأداء المناسك أن يكون محطة تربوية تجديد العهد مع نعم. الله محطة تربوية نعم, نعم. لماذا لأن الإنسان إذا اعتمر وجب عليه أن يحافظ على عمرته وجب عليه أن يلتزم سلوكا معينا هذا السلوك يتربى عليه في البقاع المقدسة من أجل أنه إذا رجع إلى بيته ورجع إلى أهله فإنه يحافظ على هذا ولذلك قال الله عز وجل في الحج والحج أخو العمرة يعني أحكامهما مشتركة الا اشياء زائده للحج على العمره قال فمن حج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج فهذا الامر يتربى عليه الانسان حتى اذا رجع الى بلده رجع محافظا على هذه الاشياء التي تعلمها واكتسبها في العمره اضف الى ذلك ان الانسان المعتمر يطوف بالبقاع التي طاف بها الصحابه طاف بها رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه السلام. ويسعى حيث سعى هؤلاء الله. يرى تلك البقاع هناك بعض شرف نعم بعض المشاعر الايمانيه نعم لا تحصل في غير هذه البقعه لا يمكن للانسان ان يحصل ولذلك ترى الانسان انه اذا حج او اعتمر تجد عنده شغفا كبيرا بالرجوع مره اخرى الى الحج او الرجوع مره اخرى الى العمره بسبب ماذا بسبب انه وجد شوقا وجد سكينه وجد راحةً, راحه لا يمكن ان لا توجد لها في مكان اخر ما شاء الله لا بارك لا الله فيك استاذنا والله مرزقنا زياره لبيت الحرام وزيارة نعم. لقبر النبي عليه الصلاة نعم. والسلام ووفق كل مشاهدينا وكل المسلمين لزيارة هذه البقاع المقدسة سواء كانت عن طريق العمرة أو عن الحج شكرا. بارك الله نعم. فيك أستاذنا نلتقي في فرص أخرى لاستكمال مواضيع هذا هذه أو هذا الموسم العظيم بحول الله مشاهدينا على فاضل نواصل معكم فقرات برنامج الضحى لكن بعد هذا الفاصل والحياه والنجاه والهنا مشاهدينا اهلا ومرحبا بكم جميعا جميعا نرحب بكل من التحق بنا اللحظه الى برنامج الضحى في هذه الفقره الختاميه مع الاستاذ كمال فليسي وركن داؤك او غذاؤك دواؤك بعد فاصل قصير اهلا مشاهدينا الافاضل مرحبا بكم جميعا في ركن غذائك صحتك والاستاذ كمال الفلسين نرحب بك استاذنا صباحك طيب وسعيد ومبارك صباح الخير ونزف التحيه الطيبه المباركه لك والطاقم الفني كالعاده والمشاهدين الكرام نقول لكم السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. اهلا ومرحبا بك الله يبارك بمناسبه اليوم العالمي الذي سيصادف في العشرين من هذا الشهر، شهر اكتوبر، اليوم العالمي لهشاشه العظام، بين إلا ان نختار موضوع هشاشه العظام، كنا تطرقنا له في العديد من المرات، لكن حبذا لو نذكر دائما مشاهدينا هذا المرض الذي يصيب الكثير من الناس خاصه اصحاب المناعه المنخفضه، اصحاب الامراض. المزمنه وخاصه النساء منهم استاذنا، اسباب هذا المرض استاذنا في البدايه. يعني بعد بسم الله الرحمن الرحيم، يعني بالنسبه باش نشوفوا ان مشكل كيما هذا خصوله يوم عالمي بمعنى ان الامر مهم، مهم وزاد يعني ولا فيه معاناه تفاقم وفيه معاناه كبيره. ونشوف حتى الان المشكل هذا يصيب حتى الناس صغار شويه في السن ومعروف انا شفت العظام استع... يعني مع لو فييسمون مع ضربه شيخو خلي الانسان لما يكبر يصاب هذا العظم يعني في الكثافة تضعف الكثافه تاعو تضعف الكثافه تاعو نعم تضعف الكثافه تاعو الامر هذا انسان تاع 70 80 يعني يصاب هذا الشيء مقبول لكن الان نشوفوا في الثلاثينات 35 سنه هناك يعني الناس يشتكيوا من المشكلة هذا لكن للاسف الشديد يعني للاسف الشديد ان الانسان ربما بعض الحين ما يفهم السبب ديالو يظن بان يشوف بان العظم ديالو العظم ديالو كان العظام هذه تتكون الا من ماده الكالسيوم يبدا ياخذ في الماده الاصليه واللي هي مصدرها الحليب نا. واللي هي الحليب ومشتقات الحليب نا. بقدر ما يزيد ياكل هذه المواد الالتهاب راح يزيد آه. التهابات تزيد احنا لو نشوفوا هذا الكثافة والمشاكل اللي تصيب العظام أولا لي في الأكل نعم أولا كارونس في الأكل وثانيا الشيء المهم أن الحموضة الزائدة الحموضة الزائدة هي اللي تسبب هذه هاد المشاكل كيف كيفاش الحموضة الزائدة؟ احنا عندنا يعني نبسطوا صورة نبسطوا أن الجسم تاعنا لما يتسمم هذه هاد السموم هذه لا بد من الدماغ تاعنا انه يتصرف بحكمه ويتصرف بطريقه عقلانيه باش يبعد المشاكل ويقلل من يعني من لي ديك يقلل من المشاكل يخفض منها بقدر المستطاع واش يدير فيقوم ياخذ بهذه السموم يقوم ياخذ بهذه السموم يديرها في شكل يعني ان صح التعبير يديرها اون بات سو فورم دو بات هذا السموم يديرها يخلط لها شويه نتاع الكالسيوم اللي ينحيها من العظم خلط لها شويه نتاع الكالسيوم ويديرها في اماكن اماكن يصيب شويه فراغات يصيب يعني مكان اللي يقدر يلصقها مثلا خاصه اذا تاعنا المفاصل تاعنا يقوم بهذا السموم هذه يلصقها لهنا في العظم تاعنا ثم هذا السموم هذه واش تشكل مع مرور الوقت مثل الحديده لما يقيسها تقيسها قطره ما تبداها الصدأ لهنا المكان هذا يبداو لهنا الالتهابات لهذا نشوفوا بعض الاحيان بعض النتوءات يعني كان العظم ما يتعوج يخرج ينبص نشوفوا هكذا طرف جديد كانه تكون من جديد فلهنا هذه تراكمات سببه هشاشه العظم نعم نعم لا مازال يعني انا نقولوا كيفاش يتصرف يعني تراكمات الاوليه نعم ولهنا بقدر ما تزيد السميه مم. بقدر ما تزيد السميه العظم هذا رايح يضعف ان العظم تاعنا التكوين تاعو ماشي غير الكالسيوم نعم التكوين يكون من الكالسيوم صح نسبة كبيرة جدا لكن يحتاج إلى الألياف يحتاج إلى البروتينات no. لهذا الإنسان ما يقعد يركز على الكالسيوم الكالسيوم بقدر ما تزيد تسمم الجسم تاعك وتاخذ هذه المواد الأزوتية من بينها هذا الحليب, الحليب والمادة مش الحيوانية مش لهنا هنا قسمة تزيد تدبدب الحموضة تاعنا قسمة تزيد السمية قسمة تزيد الالتهاب قسمة يزيد الالتهاب no. وقسمة العظم يفقد الكثافة تضعف الكثافه تاعو وهذه هي يعني اللي هي نعم آه كيف استاذنا نقي انفسنا من مرض هشاشه العظام مرض هشاشه العظام لازم نعدلوا آه نعدلوا يعني الغذاء تاعنا نعم والغذاء مهم نعم البناء تاعنا باش مبنيين احنا بالصحون تاعنا فعلا البناء تاعنا بالصحون تاعنا لكن هي الافضل اننا يعني نكسبوا ثقافه ما ناكلوش بلا بيب عن طريق لا بيب نأكلوا عن طريق دراسات عن طريق مم. ثقافه صحيه ثقافه صحيه صحي نعم. صحيه نعم. وتكون صحيحه يعني تكون صحيحه لما مثلا لما نتكلموا على الحليب الحليب عنده اللون الابيض مم. اللون تاعو بيض العظام تاعنا بيوضه يعني آه غني بالكالسيوم نعم غني بالكالسيوم مم. لكن ناخذ مثال بسيط جدا الخضر اللي فيها الكالسيوم ما كاش خضره ما كاش خضره فوق الارض ما فيهاش كالسيوم. تكون, نعم. تكون غنيه عن الحليب. والنسب متفاوته. تقدر تكون غنيه. تقدر تكون غنيه نعم لكن راه الغنى وين يكون؟ نعم. لو ناخذوا مثلا خضره مثلا نأخذ الكرنب وناخذوا كيلوغرام كرنب وناخذوا مثلا واحد لتر حليب. نعم. لو يجي انسان يشرب واحد لتر حليب وياكل واحد كيلوغرام تاع كرنب فالكالسيوم اللي يستفاد من الحليب ما يتجاوزش 25%. مم. لكن اللي يكون اللي يستفاد منه اللي متواجد في الكروم يكون اكثر يكون اكثر من 75%. ما شاء الله. فرق كبير جدا. وزيد نزيدوا حاجه اهم شيء لهنا كذلك ان الكالسيوم الموجود في الكروم بان هذا الكروم في حد ذاته عنده ما يفوش 30 دقيقه يكون تهضم. بعد عمليه الهضب. الاكل مم. خلاص يعني السيستم تاعنا يروح للروب للراحه الجهاز الهضمي تاعنا يمشي للراحه بينما الحليب وحدث يشد لنا من بين اربع الى خمس ساعات. مع انه سائل استاذنا. فيه استنزاف للطاقه. نعم. لان الجزيء تاع الحليب اضافه الى اشياء اخرى. نعم. في الحليب يفقد الى مواد اللي يحتاجها الجسم تاعنا ايضا. نعم. لكن التركيبة اضافه عن... ايضا الى مصدره، مصدره استاذنا انه هو مصدر حيواني ويحبب لتقويه الجسم ومناعته، مصدر نباتي افضل. افضل. مم. نعم. افضل. يعني حنايا الكالسيوم تاعنا ناخذوها مثال بسيط جدا لو نحكم الحصان العود حصانه ويرفد زوجه ويجري بهم لما يماه تفطمو لما تفطمو ما يزيدش يشرب الحليب اذا كان واحد شاف حصان يشرب الحليب يقولنا عليه حتى وان كان في السن المتقدم كي يكبر نقدموا له الحليب ما يشربوش الكالسيوم تاعو منين يجيبو العظام تاعو منين الحشيش نشوفوا الثور كذلك نشوفوا هذه الحيوانات كلها ما تزيدش شربت على الحليب الحليب تحتاجه وقت الرضاعه فقط مم. يمشي يفوت وقت الرضاعه لهذا كثير يعني ما يحتاجوش لهذا كثير من الناس لما تقول لهم المشكل انك توقف على الحليب يصدم مم. كان خلاص يعني الحليب العظم مم. العظم ما خلاص ويصاب بالهشاشه لا ابدا مم. الحليب بقدر ما الناس اللي عندهم مشكل على مستوى العظام بقدر ما يزيدوا يشربوا الحليب والاجبان الالتهابات تزيد. اذا هناك مصادر اخرى لتقويه العظام خاصه المصدر, المصدر النباتي أستاذ. هو الأصل يعني هو الاصل يعني فينا المصدر نعم. النباتي والمصدر النباتي لما ناخذوه وش يحدث؟ نسهلوا مهمه التنقيه. نعم المصدر الحيواني اللي هو الحليب مشتقه الحليب. نزيد من السموم. الجسم تاعنا المزيد من السموم تزيد الالتهابات الحموضه تزيد السوائل تاعنا نعم. لونكراسمون رايح يزيد بمعنى الجسم تاعنا ممكن يريباري مكتب رايح يقوم بعملية ترميم بعملية تجديد ما عندوش الوقت ونفس استاذنا بالنسبه لي اللحوم ومشتقاتها استاذنا نعم هي احنا انها يعني مصدر و... حيواني ايضا نعم هي اللحم لابد الانسان ياكل لكن لكن المعقول الاكل في المعقول, في المعقول. نعم هنا نتكلموا احنا على العظام قلنا لازم لها الالياف نعم الياف بروتينيه منين نجيبوا الالياف البروتينيه؟ فيها بعض صح فيها بعض النباتات فيها البروتين الآخر لكن المصدر افضل مصدر هو الماده الحيويه الغذاء النباتي لكن ماشي صباح وعشيه نعم والانسان كياكل يأكل الكميه نتكلم على الكميه والشهر ت... وشحال ها... وش ياكل شحال من مره في الشهر شحال من مره اذا كان يكون مره في الاسبوع مرتين وتولي ايضا للنوعيه نعم نوعيه تاع مختلف عن الاسماك عن اللحوم الحمراء مع. عن البيضه فهذه الالياف او البروتينات مهم. يعني الماده الحيوانية. لابد منها مم. على الاقل الانسان كيما ياكلش ياكل مره في 15 يوم مم. يعني اذا كان الانسان يوزن مثلا 100 كيلوغرام لابد ياخذ على الاقل 200 آه غرام تاع وحتى استاذنا الفاضل فيه مصادر اخرى للبروتينات من المصدر النباتي ايضا نعم كالبقوليات البقوليات كلها كلها فيها مم. لكن يعني القدره على الامتصاص مم. الجسم تاعنا القدره على الامتصاص اللي هنا تختلف بالنسبه للحليب قلنا المصدر النباتي هناك قدره افضل نعم. يعني افضل من الامتصاص والهضم من الامت... نعم بالنسبه للهضم والامتصاص بمقارنه بالماده الحيوانيه لكن نعم. بالنسبه للبروتين العكس العكس نعم الماده الحيوانيه افضل نعم يعني مشي معناتها الماده النباتيه لا ناخذ الماده النباتيه ناخذوها بانتظام مفيده نعم, نعم. فيهاش غير البروتينات نعم. فيها نسب معتبره لكن تفيدنا تفيدنا كثير لكن الماده الحيوانيه قلت على الاقل ناكلوا اللوبيا ناكلوا العدس ناكلوا الحمص ناكلوا هذه كلها نعم. لأنها تحتوي على ارماده من 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 الفوائد جميل وصلنا هذه الوصفه بالنسبه للوقايه من هشاشه العظام حتى لو نصاب بهشاشه العظام نعم. لكن بالنسبه للامر او الاشخاص المصابون بهذا المرض هل هي نفس الوصفه استاذنا او فيه وصفات اخرى لتقويه العظام نعم بالنسبة للناس اللي عندهم مشاشة العظام، أول نا. شيء، أول شيء نعطيكم ناخذ مثال بسيط جدا. أنا حاب ندير بناية، إنسان حاب يبني أنا ولا أنت ولا غيرك. يعني المشاهد الكريم حب يدير بناية. أول خطوة واش لازم يندى نمشي خطوة خطوة. إنسان حب يعاود يرمم روحه، مم. يبني روحه. من الأساس من الأساس. أولا تنقية المكان. ديروه مسطح، نقيوه مليح، ديروه مسطح. نعم أون تصفيه تنقيه لا. تنقيه اللي نبنيو عليها لازمنا لا. تيران نقي نبنيو عليه نعم نحطوا الساس تاعنا طالعين النقطه تاع التنقيه وهناك مواد مثلا الجلجلان ما فيش شيء يضاهي يعني نعطيه ماده اللي نعرفها انا فوق الارض يضاهيها بالنسبه سمتة. للناس اللي عندهم ليس السمسم، عصير عشبة القمح آه عصير, 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 عصير عشبة القمح عصير عشبة القمح يعتبر صيدلية متكاملة جميل، حتى السمسم أستاذ يقال أنه فيه الكالسيوم يعتبر نعم. لكن من لا, لا يضاهي أبداً عشبة القمح ما نتكلموش على الكالسيوم الكمية فقط نعم العظام تاعنا ما تحتاج الكالسيوم فقط ناخدوا عصير عشبة القمح فيه أزيد من 46 متمم إنزيم وش من المادة نصيبوا هذا العدد؟ مه. لا في السمسم ولا غيره نتكلموا احنا البنايه تاعنا ماشي بالسيمان برك نحتاجوا الحديد نحتاجوا الكرافيا الرمل الماء اليد نوعية مهمه جدا نعم ومتكامله ومتكاملة هذه تكمل هذه نفس الشيء بالنسبه للغذاء تاعنا الغذاء تاعنا لابد له ماشي غير كالسيوم ما لازمش نركزوا غير على الكالسيوم ممكن ناكلوا الكالسيوم بالملعقه وما يحدث شيء فعلا ما يتغير شيء <applause> ديزانتوكسيكاسيون نهيئوا الارضيه تاعنا ثم نبدا نبنيو كان يعني الغذاء لابد انه مثلا السكريات هذا غذاء تاع فاست فود ما يخليكش ترممي فعلا من رابع المستحيلات مثلا انا نحب نحب نساعد ناخذ مثال اخر أن مثلا انسان نقدم له عصير عشبه القمح والصباح يشرب قهوه حليب مع كرواسون قهوه حليب وكرواسون يعني تخلي الجهاز الهضمي يشتغل 12 ساعه ونعطي عصير عشبه القمح نعم مم. مو رايح مو يرمم ما تكونش فيه فائده. في استنزاف للطاقه. نا. الانسان هذا مستنزف ما دام الحق لهشاشه العظام. البطاريه تاعو طايحه. له كرواسون مع قهوه حليب 12 ساعه خدمه. اذا استاذ بما تنصحك فطور صباح بالنسبه للمصابين بهشاشه العظام هي او هي هي في البدايه م -م. هي في البدايه لابد حميه معينه. آه. ناخدو ريجيم الكا يعني ريجيم حميه قلويه. نعم. pour ديزانتوكسيكي بعض الاحيان الانسان 15 يوم تكفيه بعض الاحيان يحتاج حتى لشهر لهنا عمليه التنقيه ثم الغذاء تاعو يركز يركز على الخضر ويركز كذلك على كل الخضر من غير استثناء يركز على الفواكه يركز كذلك على بعض يركز على البقول ويركز على بعض الحبوب الحبوب ما يكونش تركيز كبير لهنا ويكون يعني حتى بالنسبه شرب الماء والخضر تكون كامله متكامله متنوعه ما يقولكش هذه ما ناكلها يعني بين الخضار سبي ياكل ياكل يعني نوعين فقط نوعين فقط الباقي كله يعني يمتنع عنه نعم ويدير وجبات ما يخلطش في الغذاء مم. هذه اهم نقطه لان الانسان قلنا يحتاج يحتاج الماده الحيوانيه يحتاج بالنسبه لبناء العظام آه يحتاج الماده ح... لو يخلطها بالفاكهه ما يستفادش يعني قلت الفاكهه مليحه لكن لو كان تكون اون موفيز اسوسياسيون ما يعرفش يدمج الاغذيه مع بعضها البعض لهنا في هذه الحاله هذه يعني سوف يحدث استنزاف ايضا والفائده راهي اقل يعني تكون ضئيله جدا اذا يجب علي ان يتبع بال... وجبات صحيه ومنتظمه ايضا نعم منتظمه ولازم تكون هذه الثقافه على لاسوسياسيون لأ في كل مره رانا نشيروا لها ان الماده الازوتيه لا تخلط مع الماده يعني سواء الطحينيه ولا اللي فيه السكر ويقال ايضا استاذنا الفاضل انه اكل الفواكه يكون ربما بساعه قبل اي وجبه هي احسن هي افضل شيء ان الفاكهه أكل تكون وجبه وحدها وحدها نعم مثلا الصباح ديروا مجموعه من الفواكه واش كتب ربي نعم حطهم مثلا الطفل ولا الكبير ولا يدير وجبه نتاع فاكهه وحدها نعم. تكفيه حتى الغداء الغداء اذا كان فيه اللحم اللحم يمشي مع الخضر الا البطاطا في البدايه البطاطا اللي ما فيها من النشويات مليح ان الانسان يتجنبها مع الماده الازوتيه اللي هي الماده الحيوانيه اللحم <applause> اللحم قطعه لحم مثلا ياخذها مع اي خضره خضره اللي كانت ومليح كل ما يكون اللحم سبحان الله بعد حتى الانسان كي طيب حاجه ربما هذه تشوفيها انت يا. كي طيب حاجه مثلا اللحم يحب البصل <applause> يحب الكراث هذا المزيج ونشوفوا ان البصل مع الكراث يقلل من الحموضه اللي تسببها بارك الله فيك, فيك استاذنا نتمنى الصحه والعافيه للجميع ونتمنى الجميع ياخذوا بعين الاعتبار هذه النصائح ويتابعوا نصائح النظام الغذائي الصحي لصحتهم مشاهدينا على فاضل بهذه النصائح نصل الى ختام هذا العدد من برنامج الضحى شكرا على حسن المتابعه والاصغاء تحيه فريق العمل معي لنهار اليوم مصورين وتقنيين وتحت قياده ناديه قاده في الاخراج اشراف زهيه هني وسكريبت دليله مولاي شكرا على كرم المتابعة والإصغاء دمتم في رعاية الله وحفظه والسلام عليكم